والسلام على رسول الله، ما بعد، فإن سؤال المسابقة كان عن تعريف التوحيد. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويمكن أن يعرف بأنه اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واستخدام مصطلح التوحيد هو ثابت مستعمل في الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. الحديث وعند مسلم بني الإسلام على خمس، أولها على أن يوحد الله. فالمقصود بالتوحيد في هذه النصوص هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الذي هو حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التوحيد هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن هذا هو الإسلام الذي بعث الله به نبيه إلى جميع الثقلين من الإنس والجن. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن اعتقد أن هناك خالقا غير الله أو مالكا لهذا الكون متصرفا فيه غير الله فقد أخل بهذا النوع من التوحيد وكفر بالله. وقد كان الكفار الأوائل يقرون بهذا التوحيد وهو توحيد الربوبية. أما التوحيد المطلوب فهو توحيد الألوهية، هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويمكن أن يعرف بأنه توحيد الله بأفعال العباد، وسمي بتوحيد الألوهية لأنه مبني على التأله لله وهو التعبد المصاحب للمحبة والعظمة، فلا يجوز التوسل إلا بالله، ولا يجوز الحلف إلا بالله، ولا يجوز الاستعانة إلا بالله. كل أعمال القلب الظاهرة والباطنة يجب أن تكون موجهة إلى الله. هذا والله أعلم، ولتعلموا أحبتي في الله أن التوحيد ينقذ من النار. ففي الحديث القدسي قال تعالى عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.